السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد ابراهيمي. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا درس التكامل. اذا باش نفهم مزيان التكامل خاصني ضروري نكون فاهم الدول الاصليه. اذا في هذا الفيديو كنت شرحت فيه الدول الاصليه، دونك شرحت فيه الدول الاصليه من الصفر. اذا انا غندير تذكير في هذا الفيديو غادي الدول الاصليه، ولكن اللي بغي يفهم مزيان الدول الاصليه يمشي غادي يلقى الفيديو تحت في الرابط تحت هذا الفيديو ان شاء الله. اذا نديروا تذكير داك الفيديو داك الدرس اللي درناه نديروا تذكير ليه. اذا باش نفهموا التكامل خصني نفهم الدول الاصليه، لانه التكامل عباره عن الدول الاصليه. هذه باش تكون واضحه، التكامل عباره عن الدول الاصليه. دونك الدول الاصليه اول حاجه نعرفوا اف كبيره هي الدول الاصليه الاف صغيره. يعني شنو هو؟ يعني انه اذا كانت عندي شفت انا واحد الحرف كبير راه هو الدول الاصليه ديال الحرف الصغير. ديما جي كبيره هي الدول الاصليه ديال جي صغيره، كاك كبيره هي الدول الاصليه ديال كاك صغيره. مفهوم؟ يعني بصفه عامه الداله كانت عند داله كنسموها حنا اف، باش حنا نديرو التغيير، يعني التغيير ما بين الاصل والداله باش نعرفوا ان هذه الداله الاصليه كنرمزوا لها اف كبيره. يعني اف الداله ديال الداله العاديه واف كبيره هي الداله الاصليه. واضح؟ باش غير رموز. اش كيقول لك هنا؟ كيقول لك انني الا شقيت الداله الاصليه غتعطيني الداله العاديه. عقلوا لها، الا شقيت الداله الاصليه غتعطيني الداله العاديه. مفهوم؟ حنا دابا كنديرو الكاميرا مازال ما دخلنا التكامل، كنديرو تذكير الدول الاصليه باش نمشيو مزيان. هذه ديجا درتها في داك الفيديو، تكون ديجا تفرجتوا فيه، الا ما تفرجتش فيه حاول تمشي تفرج فيه مزيان. دونك دابا عقلوا لها هذه، يعني اذا كانت عندي داله اصليه ودرت لها الاشتقاق غتعطيني الداله العاديه. واضح؟ مزيان. نديرو تذكير، كيقول لك هنا عندي الداله اف، يعني الدول العاديه هذو كاملين اللي غتشوفوا هنا الدول العاديه، وهنا الاصل ديالهم. كيفاش يمكن لي ندير الاصل ديالهم؟ مزيان. نبداو اللي كان عندي ا، يعني شي عدد عادي، 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 يكون موجب ولا يكون سالب. الاصل ديالو شنو هو؟ الاصل ديالو هو ا اكس زائد سي زائد واحد كونستون. ديما هادو كاملين كنزيد كونستون، والاصل ديالو هو ا اكس. مثال عندي 2، شنو الاصل ديال 2؟ 2 اكس. عندي 3، 3 اكس. عندي 4، الاصل ديالها هي 4 اكس الى اخره. واضح؟ مزيان. يعني كل وحده ناخذ لها مثال باش نكون واضحين. يلا كل وحده ناخذ لها مثال. عندي 2 مثلا، عندي 2 هادي اف هي 2. شنو الاصل ديال 2؟ هو اف كبيره اللي هي نقولوا حنا 2 اكس. واضح؟ 3 3 اكس، 4 4 اكس، كل وحده الاصل ديالها هادي اف دو اكس. مثلا عندي 5، شنو الاصل ديال 5؟ هو 5 اكس. يعني اون جينيرال ا هو ا اكس، غير حنا كنزيدوا واحد كونستانت زائد كونستانت زائد كونستانت. واضح؟ ثانيه عندي اكس اس ان، اكس اس ان الاصل ديالها هي اكس اس ان زائد 1 ان زائد 1 زائد كونستانت. اكس اس ان اصلا الاصل ديالها هو ان زائد 1 ان زائد 1. مثلا الى عندي اكس اس ان، يعني اكس اس 2 اكس 3 اكس 4. مثلا الى عندي اكس اس 2، شنو الاصل ديال اكس اس 2؟ هو اكس كندير اكس ان زائد 1 وان زائد 1. ان شنو هي في هذه الحاله؟ هي 2، يعني 2 زائد 1 على 2 زائد 1. واضح؟ يعني شنو هي؟ يعني اكس اس 3 على 3. يعني عقلوا لها اكس اس 2 شنو الاصل ديالها؟ هو اكس اس 3 على اس 3. يعني باش تعقلوا لها نتوما هي هذه. مثلا عندي ولا نكتب بحال هكا، هي 1 3 اكس 3 بحال هكا، راه هذه هي هذه. واضح؟ مثلا قلت لكم انا اكس 4 شنو هي؟ اكس 4 هي الاصل ديالها شنو هو؟ هي اكس 5 على 5. اكس 7 شنو الاصل ديالها؟ هي اكس 8 على 8. هذه كنزيدها 1 ونحطها لتحت، ساهله. ها هي كاتبهم لكم هنايا. اكس الاصل ديالها شنو هو؟ 1 2 اكس 2. شنو اصل ديال اكس 2؟ هو 1 3 اكس 3. شنو اصل ديال اكس 3؟ هو 1 4 اكس 4. شنو اصل ديال اكس 7؟ هي 1 8 اكس 8. مفهوم؟ نجيو لهادي، عقلوا 1 على جذر اكس، الاصل ديال هو 2 جذر اكس زائد كونستانت. طيب الحاد راه كامل زائد كونستانت. واضح؟ الكوسينيس ديال ا اكس زائد بي الاصل ديالو هو 1 على ا سينيس ا اكس زائد بي. واضح؟ مثال عندي انايا الكوسينيس ديال 2 اكس زائد 3، الاصل ديالها شنو هي؟ هي 1 ل 2 سينيس ا اكس 2 اكس زائد 3. هاد اللي كتشوفوا هاد الجوج هادي كنخرج لتحت. واضح؟ مثلا عندي كوسينيس ديال 3 اكس زائد 6، شنو الاصل ديالها؟ قلنا اصل ديال كوسينيس كندير سينيس كنقلبها، وهاد ا اللي هنا كنديروا 1 ل ا اللي هي 1 ل 3 اللي هو عندي هنا 3 اكس زائد 6. ساهله، سينيس 3 اكس زائد 6. السينيس الاصل ديالو هو نفس هادي، نفس هادي شفنا فين، غير كندير ناقص ونقلبها كوسينيس. الكوسينيس الاصل ديالو هو السينيس وكندير واحد ل ا، سينيس الاصل ديالو هو ناقص الكوسينيس وكندير واحد ل ا. مثال عندي هنايا سينيس، عندي سينيس ديال 2 اكس زائد 5، الاصل ديالها شنو هي؟
ناقص واحد على جوج ناقص واحد على هذا الحرف هذا هذا الرقم هذا سيني كوسينس جوج اكس زائد خمسة كنعاود نكتبها نفسها واضح. كانت عندي طونجونت واحد على زائد طونجونت هذا الشيء كتقولي لا زرت ولا شي حاجة راها ديجا درت لا فيديو هنا كندير غير تذكير ما ديجا تو درت واحد لا فيديو ديال الدور الاصلي شرحت فيه مزيان الدور الاصلي هنا كندير تذكير دونك اللي بغى يمشي يتفرج داك الفيديو يتفرج فيه اللي بغى يتفرج يكمل معايا وكان كيفهم ويكمل معايا التذكير يكمل راه غير قواعد خصنا نحفظوهم. هنا بالنسبه للطونجونت كيقول لك الا عندي واحد زائد طونجونت اوس 2 ديال اكس او واحد على اكس كوس اوس 2 ديال اكس هي طونجونت ديال اكس يعني واحد زائد طونجونت اوس 2 ديال اكس راه كتساوي واحد على كوسينس اوس 2 ديال اكس هاك متساويين هادو وهادو بجوج الاصل ديالهم شنو هو هو طونجونت ديال اكس كوسا سواء عندي هادي او عندي هادي الاصل ديالهم هما هادي الطونجونس عاديه زائد كونستانت بطبيعة الحال على كلشي هادو اللي مهمين. اذا كانت عندي دال الشقاق ديال داله على داله اوس 2 راه هي ناقص واحد على ديك الداله وناقص واحد على ديك الداله زائد كونستانت واضح. مثلا انا عندي ناخذ مثال لهادي مثلا انا عندي 2 اكس زائد 1 بريم على 2 اكس زائد 1 اوس 2 شنو الاصل ديال هادي لاحظوا معايا عندي الشقاق ديال الداله على ديال اوس 2 شنو كيقول لي هنا بعدا هاي الداله خصها تكون متساويه بعدا راهي اي اي نفسها هنا الفوق خصها تكون مشتقه والثانيه اوس 2 يعني 2 اكس زائد 1 هنا الفوق اشتقاق و2 اكس زائد 1 هنا اوس 2 مفهوم يعني نفسها شنو خصني ندير هنا الاصل ديال هادي هي نفسها هي 2 جذر اي زائد سي اذا كانت عندي على جذر اذا كانت عندي اي بريم على جذر اي هي 2 جذر اي اذا كانت عندي اي بريم على اي يعني الشقاق ديال واحد الداله على داله هي الين قيمه مطلقه ديال زائد كونستانت اذا كانت عندي اي بريم فوا اي اس ان هي اي اس ان زائد واحد على ان زائد واحد اذا كانت عندي اي بريم على اي اس ان شنو الاصل ديالها هي اي عفوا اذا كانت عندي اي بريم فوا اي اس ان نضرب هي شنو هي اي اس ان زائد واحد على ان زائد واحد واضح. مثلا عندي انايا 3 اكس زائد 5 بريم على 3 اكس زائد مضروبه في 3 اكس زائد 5 اس 3 شنو الاصل ديالي هي 3 اكس زائد 5 اس 3 زائد 1 على 3 زائد 1 هي 3 اكس زائد 5 اس 4 على 4 واضح مفهوم هذا. دونك دابا فهمنا هاد درنا تذكير هاد الجدول هذا دونك دابا نجيو للتكامل. قلنا في التكامل عباره عن دوال الاصليه مفهوم هنا كيقول لك التكامل دالة متصلة على مجال تكامل دالة متصلة على مجال لتكون F متصلة على E و A و B عنصرين من E يعني لتكون واحد دالة عندنا واحد دالة متصلة على واحد مجال E وديجا احنا عرفنا اتصال في المجال متصل يعني خصها تكون متصلة كامل ما مقطعاش في داك المجال E دالة ما مقطعاش في داك المجال E متصلة على المجال E وعندنا جوج ارقام A و B عنصرين من E يعني عندي A و B وجوج ارقام كينتموا لهذاك المجال E واضح مفهوم يعني نشرحها لكم هنا عندي دالة عندي واحد مجال اي اللي هو هذا من واحد واحد النقطة حتى واحد النقطة هذا مجال اي كامل عندي هاد اف متصلة على هاد مجال اي يعني المنحنى ديالها ما مقطعش زائد عندي واحد نقط او بي كينتمو مثلا هذا كاين هنا او كاين هنا كينتمو لمجال اي واضح عنصرين من اي مزيان كيقول لك انه الا عندي شي تكامل ديال واحد دالة اف لإكس ديدو اكس من ا حتى لبي شنو هو هو كندير بين معقوفتين هنا الاصل ديالها الاصل اللي شرحت لكم دابا هنا كنديرو بين معقوفاتي وكنكتبها لك او بي هنا واضح كندير الاصل كندير هنا الاصل كندير بين معقوفتين هنا كندير او بي يعني تكامل ديال اي داله عقلو تكامل ديال اي داله من واحد العدد ا حتى واحد العدد بي ديال واحد داله اف لي اكس كنكتب هنا ديدو اكس علاش كنكتب هنا ديدو اكس هاد اكس كتعني هاد الحرف هذا اكس مثال عندي هنا تي كندير هنا تي اي حرف هنا كنديرو هنا ماشي بالضروره ديما اكس تكامل ديال شي داله اش كيساوي شنو كندير معقوفه بحال هكا وندير معقوفه بحال هكا وكنكتب هذاك او بي اللي هنا كنكتبهم هنا وهذه الداله هذه كندير لها الاصليه وحطها هنا الاصليه هو كنرمزو ليه باف اكس كبيره هذا الاصل شرحت لكم دابا واضح هذه الخطوه الاولى الخطوه الثانيه شنو كندير الخطوه الثانيه هي كنعوض هاد ا في الداله وكنحسب الصوره ديالها كندير بحال هكا تساوي كندير ديما بحال هكا عقل كندير واحد ناقص
كندير عاوتاني هكا. اش كندير؟ هاد اف لي اكس، هاد ا كنعوضها في اف لي اكس، كنحسب الصوره ديال ا اف دو ا، وهاد بي كنعوضها في اف لي اكس، وكنحسب الصوره ديال اف دي بي، وكندير ناقص، كنحسب الصوره ديال هذا ناقص الصوره ديال هذا، يعني كندير اف لي اكس اف لو ا ناقص اف لو بي. مزيان، نعرفهم القاعده هي هاد اف لي اكس الداله الاصل التكامل ديال من ا ل بي ديال واحد ديال الداله في اكس هو الاصل ديالها، عاد ديك داك التكامل كيساوي اف دو ا ناقص اف دو بي، يعني كنعوض هنا ا وكنعوض بي، حيت ا طبيعه الحال كبر من بي، واضح؟ ديما الفوق ديما الفوقاني كيكون كبر من التحتاني، هذا عقلوا ليها، ديما هاد الفوقاني كيكون كبر من التحتاني، واضح؟ الا كانت 5 ناقص تكون اقل من 5 4 ولا 2 ولا 3، واضح؟ لاننا كنعوضوا هذا ناقص هذا باش يخرج لنا موجب، نعوض حتى مثلا 5 ونعوض 4 راه يخرج لي هذا موجب، واضح؟ مزيان، ناخذ واحد مثال، عندي واحد التكامل من 2 ل 1، تكامل من 2 ل 1 ديال 1 على اكس دي دو اكس، تكامل 2 ل 1 ديال 1 على اكس دي دو اكس. مزيان، اش غتساوي هادي؟ هي اي لين دو اكس. اش غنديروا هنايا؟ شنو الاصل ديال 1 على اكس؟ الناس اللي بداو في الدول اللوغاريتميه والدول الاسيه يعني عارفين شنو هو الاصل ديال اي دو اكس، هو 1 على اكس، واضح؟ عقلوا ليها جوج، الناس اللي مازال ما قراوش الدول اللوغاريتميه الاسيه عقلوا ليها هادو. الاصل الاي لين دو اكس، عفوا 1 على اكس، 1 على اكس اللي كانت عندي داله اف 1 على اكس، الاصل ديالها الاصل ديالها عقلوا ليه هو اف كبيره دو اكس اللي كنرمزوا ليه اي لين دو اكس، ولا كانت عندي اف صغيره اف دو اكس صغيره كتساوي اكسبونسيال دي اكس، الاصل ديالها هو اف دي اكس كتساوي نفسها اكسبونسيال دي اكس كتبقى نفسها، واضح؟ عقلوا ليه هذا الاصل ديال 1 على اكس هو اي لين دو اكس، والاصل اكسبونسيال دي اكس هو اكسبونسيال دي اكس نفسهم، هذه كتسمى داله اسيه وهذه داله لوغاريتميه، هذه اي لين لوغاريتميه، واضح؟ يعني عقلوا نتوما الاصل ديال 1 على اكس هو اي لين دو اكس، والاصل ديال اكسبونسيال دي اكس هو اكسبونسيال دي اكس، واضح؟ دونك انا عندي هنا واحد التكامل، قال لي يا سيدي احسب لي واحد التكامل ديال 1 على اكس من 2 ل 1 دي دو اكس، واضح؟ اش كنا كندير؟ كندير معقوفه وكنحط الاصل الوسط، فهم اصل ديال اي واحد الاكس هو اي لين دو اكس، كنكتب هاد جوج واحد كنكتبهم هنا، كنعوض جوج في هاد الاكس وكنعوض واحد في هاد الاكس، كندير اي لين ديال جوج وكندير اي لين ديال واحد، كتبقى لي اي لين ديال جوج لان اي لين ديال واحد هي صفر، هاني حسبت التكامل ديالي، واضح؟ يعني التكامل ديالها اش كيساوي؟ كيساوي اي لين ديال جوج، واضح؟ يلا دابا نخدمو بعض التمارين باش نفهمو مزيان هاد التكامل هذا. دونك عندنا كنحسبو التكامل ديال هذا، دونك اش خاصني ندير؟ خاصني ندير الاصل، مزيان، كندير بحال هكا، كنكتب هنا هاد صفر واحد كنكتب هنا، واضح؟ مزيان، شنو الاصل ديال اكس اس اثنان؟ اصل ديال اكس اثنان قلنا الاصل ديال اكس اس ان شنو هو؟ هو ان اكس ان زيد واحد ان زيد واحد، يعني الاصل ديال اكس اس اثنان شنو هو؟ هو واحد على ثلاثة اكس اس ثلاثة، ولا اكس اس ثلاثة على ثلاثة، المهم الاصل ديال اكس اثنان هو اكس اس ثلاثة على ثلاثة، زائد شنو الاصل ديال اكس؟ هو اكس اس اثنان على اثنان، صافي تساوي. دابا هادي كاملة شتوها؟ هادو واحد غنعوضو جميع اكسات اللي كاين هنايا ونحسبها، وهاد صفر غنعوضو جميع اكسات اللي كاين هنا ونحسبها، غندير بحال هكا، نعوض واحد غتولي واحد اس ثلاثة على ثلاثة زائد واحد اس اثنان على اثنان. دابا اش درت هنا؟ يلا عوضت واحد، ندير ناقص، ها دابا حيدت عليا هاد المرحلة هادي ديال اف دو ا، نجي ندير دابا ناقص، ندير ناقص نفتح قوس، نحيد عليا المرحلة ديال صفر، نجي نعوض صفر في اي اكس لقيت هنا، صفر اس ثلاثة على ثلاثة زائد صفر اس اثنان على اثنان، ونسد القوس، نسد القوس، عقلو ديما كندير جوج معقوفات كبار وها جوج معقوفات صغار ديال التعويض، هادي كنعوض فيها هاد العدد اللي هنا، وهادي كنعوض فيها هاد العدد اللي هنا، واضح تساوي، واحد اس ثلاثة شحال؟ ندير بحال هكا، واحد اس ثلاثة شحال؟ واحد اس ثلاثة هي واحد، واحد على ثلاثة تبقى واحد على ثلاثة ها هي، زائد واحد اس اثنان شحال هي واحد، واحد على جوج تبقى واحد على جوج، هادي صفر اس ثلاثة شحال؟ هي صفر، صفر على ثلاثة هادشي كامل غيمشي، صفر اس اثنان صفر على جوج تولي هادشي كامل صفر، مشات هادشي دابا كامل، بقى لي هادشي تساوي، صافي غنحيدو، واحد مقام واحد في جوج هي جوج، زائد واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة هي ثلاثة. على وثلاثة في جوج هي ستة،
غتولي لي 5 على 6. دونك التكامل ديال هذا كيساوي، التكامل ديال هذا كيساوي 5 على 6. فون نشوفوا هذا الثاني، هذا نشوفوا هذا المثال الاخر بحال هكا. عندي هنا بي، عندي التكامل من 2 لـ1، من 2 لـ1 ديال الاكس على اكس 2 زائد 1 ديدو اكس. بغيت انا ندير التك الاصليه هذه، دونك بعدا خصني نعرف انا الاصليه هذه كيفاش غندير ليه مزيان. عندها اكس على اكس 2 زائد 1. الناس اللي تفهموا اللي تفرجوا في الدوره الاصليه اللي كنت ديجا درت غادي يفهموا الطايره هذه كيفاش درت ليها، كيفاش درت ليها هذه الخاصيه. ملي كنلقى الكسر كنمشي نفكر في هادو واحد في الثلاثة، هادو كنبدا نشوف لتحت واش وحدو، واش فيه الجدر ولا واش فيه اثنان. لاحظوا معايا هنا عندي 3 القصور، واحد فيه وحدو، واحد فيه الجدر، واحد فيه اثنان. هذا اش فيه؟ هذا اش فيه اثنان؟ لا ما فيهش اثنان كامل. واش فيه الجدر؟ لا. واش وحدو؟ يعني نطبق هاد الخاصيه هذه، واضح؟ يعني خاصني تكون عندي اي بريم على اي اي سهله. دابا ما نديرش الاصل، دابا حتى ندير هنا تساوي، ندير هنا التكامل 1 لـ2. دابا خاصها تكون عندي بحال هكا، بحال خاصها تكون عندي، خاصها تكون عندي اكس اس 2 زائد 1 بريم على اكس اس 2 زائد 1 بحال هكا خاصها تكون. ولكن واش هادي دابا اكس 2 زائد 1 هي اكس 2 زائد 1 فري؟ واش انا عندي الحق ندير هادي؟ هي هادي. نشوف نشق هادي، واش هي هادي؟ نشق نشوف شنو هي هادي. هنا عندي اكس اس 2، عندي 1 الشيء غادي هو 0. شنو هادشي غادي اكس 2؟ هي 2 اكس هاك، عندي هنا 2 اكس، ولكن انا عندي غير اكس، يعني خاصني جوج هنا باش تكون هادي صحيحه بحال هادي. خاص هنا تكون عندي جوج، خاص هنا تكون مضروبه في جوج. سهله، كي خاصني غير جوج نضرب هنا في جوج، لا خاطر والو. ولكن واش عندي حق نضرب في جوج؟ لا، ضرب جوج خاصني نقسم على جوج. صافي نقسم على جوج، ندير واحد على جوج هنا. سهله. دابا ها هي، دابا اي بريم على اي، هاد اي بريم على اي، ها هي طبقتها. وحتى هي لما مازال ما درت الاصل، دابا خصني غير ندير بحال هادي. وكنصحكم تمشيو تفرجوا في الدوره الاصليه، دابا بغيت ندير غير بحال هادي، مازال ما درت الاصل حتى نطبق بحال هادي. حيت انا هاد اي وهاد اي خصهم يكونوا متشابهين، يعني هادي خصها تكون كتشبه لهادي. يعني اكس اس 2 زائد 1 خصها تكون هنا اكس 2 زائد 1. ملي كندير هاديك الساعه كنشوف واش كتشبه لك اللي عندي اصلا ولا لا. ملي كنديرها كنشوف اكس 2 زائد 1 هي اكس 2 زائد 1 نفسها. كنشق هادي، كون مثلا خرج لي هادي اكس نيشان، صافي راه هي نفسها، يعني ندير الاصل. ما خرجاش لي نفسها خصني ندير شي حاجه. نشوف هنا عندي اكس، هنا 1 شنو الشيء غادي هو 0، الشيء غادي اكس 2 هو 2 اكس. نورمالمون خصها تكون عندي هنا الفوق 2 اكس، ها هي 2 اكس. ولكن هاد 1 على 2 خصني ندير هنا 1 على 2. دابا ولات عندي هادي هي هادي، دابا هادي ولات عندي هي هادي نفسها. دابا نجي ندير دابا تساوي، ها 1 على 2 نخليه برا وندير الاصل ديال هادي. اصل ديال اكس 2 زائد 1 على اكس 2 زائد 1. شنو اصل ديال اكس 2 زائد 1 على اكس 2 زائد 1؟ هو هذا، يعني هو هذا هو الالين ديال القيم المطلقه ديال اكس 2 زائد 1. الناس اللي ما فهموهاش نعاود نشرحها مزيان، حيت ما بغيناش شي واحد يمشي ما فاهمهاش. نعاود نشرحها مزيان، ناخذ واحد الورقه بيضاء نشرح لكم مزيان هذا. واخا الناس اللي ما فهموش هذه نشرح لكم مزيان هذا. عندي هنا، عندي هنايا قلنا 2 1 اكس على اكس 2 زائد 1، هذه اللي عندي في الاول. انا عندي هذه بغيت ندير لها الاصل، ناخذ غير هذه. انا مثلا عندي غير اكس على اكس 2 زائد 1، بغيت ندير لها هذه الاصل، بغيت ندير لها هذه الاصل. عندي هنا اف، بغيت ندير لها اصل اف كبيره. اش غندير؟ اول حاجه فكرنا قلنا هذه، كلشي متفق معايا انني خصنا نعملوا هذه الخاصيه هذه مزيان. دونك انا باش نطبق هذه خصها تكون عندي. اشنو كندير؟ شنو خصني يكون عندي؟ خصني يكون عندي بحال هكا باش ندير الاصل. خصها تكون عندي بحال هكا، خصها تكون هي اكس اس 2 زائد 1 على اكس 2 زائد 1، هنا بريم هنا اكس 2 زائد 1. باش نقدر نطبق هذه الخاصيه هذه، نطبق هذه الخاصيه هذه خاصها تكون عندي بحال هكا مزيان. ولكن واش هذه، واش هذه هي هذه؟ ما عرفتش. نشق ندير شنو؟ هذه هي هذه نفسها تحت ونفسو نشق هذه. شنو شتي غادي لواحد هو 0، شنو شتي غادي 2 هو 2 اكس مزيان. دابا هنا عندي 2 اكس، دابا هذه كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون بحال هكا 2 اكس على اكس 2 زائد 1. دونك انا واش عندي؟ انا راه هذه باش تكون عندي هذه اللي باش ندير الاصل خصها تكون عندي هذه. ولكن انا اش عندي؟ عندي غير هذه، لتحت هو نفسو، ولكن الفوق هنا فيه جوج هنا ما فيهش جوج. يعني شنو خصني؟ خصني واحد جوج مزيان. يعني باش ندير انا هذه هي خصني واحد جوج هنا. مفهوم هذه مزيان؟ كلشي فاهم هذه مزيان؟ خصني جوج. ولكن انا ما عنديش الحق غير نجي ندير جوج،
الدرجوج خصني ندير واحد الدرجوج هنا هاكا. يعني دابا صافي، دابا هادي ولات هي هادي، واضح؟ دابا هادي، دابا يلا نعاودوها. دابا عندي اف دو اكس تساوي واحد على جوج مضروبة في اثنان اكس على اكس تساوي اثنان زائد واحد. دابا في الاصل هما عطاوني غير هادي، انا درت هنا ضربت الفوق جوج تحت جوج. دابا هادي نقدر ندير لها اف اكس عاوتاني تساوي هادي اثنان اكس هي اكس تساوي اثنان زائد واحد بريم على اكس تساوي اثنان زائد واحد، صافي. دابا هادي عندي الحق ندير الاصل اللي هو اف كبيرة دو اكس تساوي شنو الاصل اللي قلنا ديال اي بريم لاي، هو الين قيمة مطلقة ديال اي، هو الين قيمة مطلقة ديال اكس اثنان زائد واحد، واضح؟ دونك هادشي ديجا شرحتو قلت لكم في هاديك لا فيديو. دونك دابا صافي لقينا هادي، الاصل ديال هادي لقيناه هو من واحد لاثنان، مزيان من واحد لجوج. صافي دابا نعوض جوج في اكسات ونعوض واحد في اكسات، غتولي هي واحد على اثنان. دابا ديما اصلا ملي كنخرج هاد واحد على جوج كنجيبوه هنا، عقلو هذا كنخرجو كنخرج اللور، مثلا في الاصل هو واحد على جوج خصو يكون هنا، ولا جبتو هنا راه ماشي مشكل، نوريكم الخاصيات ديالهم. واحد على جوج في قلنا غنعوضو جوج في اكسات، يعني غتولي هي الين ديال جوج اس اثنان زائد واحد، حنا عوضنا جوج ناقص الين ديال نعوض بواحد، واحد اس اثنان زائد واحد نسد القوس الكبير تساوي واحد على جوج، جوج زائد اثنان هو ربعة، ربعة زائد واحد هي إلين خمسة، ها إلين خمسة ناقص واحد أس اثنان هي واحد، واحد زائد واحد هو جوج، إلين ديال جوج، صافي. ياك تفهم مزيان الخاصية ديال إلين، هادي نقدر ندوي لها واحد على جوج، هي إلين ديال خمسة على جوج، لا إلين ديال خمسة ناقص إلين ديال جوج هي إلين ديال خمسة على جوج، واضح؟ مفهومة هادي. دابا نجو نشوفو هادي. عندي هنا اثنان اكس عامل اكس اثنان زائد ثلاثة اس ربعة تساوي، مزيان. دابا هادي خصني الاصل ديالها، دابا لاحظوا معايا هادي راه هي هادي، هي الخاصية هادي اللي شفنا تحت، هي اي بريم فوا اي اس ان، اي بريم مضروب فوا اي اس ان. يعني اش غندير؟ هادي نديرها بحال هكا. دابا خاصني، دابا اش خاصني؟ خاصني واحد الدالة مشتقة ونفس هاديك الدالة اس شي عدد. انا ما عنديش داله هنا مشتقه، ولكن عندي واحد الداله في اس واحد العدد، هذيك الداله اس العدد نشوف كيفاش خاصها تكون. خاصها تكون بحال هكا في الاصل، خاصها تكون هي اكس اس 2 زائد 3 بريم مضروب في اكس 2 زائد 3 اس 4 دي دو اكس. انا كندير داكشي اللي خصني بعدا، ها هو خاصها تكون عندي اي بريم فوا اي اس ان، ها هي عندي اي بريم هي هادي فوا اي اس ان، راه خاصها تكون هي اي متشابهين، هادي هي اللي عندي. دابا هادي هي هي اللي عندي، مزيان داكشي اللي عندي هو هذا. نشق هادي نشوف هي اللي عندي ولا لا، بحال ما درنا شنو شي هادي 3 هو صفر، شنو شي اكس 2 هو 2 اكس، مزيان هي اللي عندي نفسها، يعني ما غنزيد ما غنقص، صافي عندي الحق. دابا نجي ندير الاصل، شنو الاصل ديال هادي؟ قلنا هو اي اس ان زيد 1 ان زيد 1، يعني تولي الاصل ديالها صافي. ملي غندير الاصل دابا غندير بحال هكا، الاصل ديال هادي هو اكس اس 2 زيد 3 اس ان زيد 1 اللي هي 4 اللي هي 5 على 5، وهنا ندير صفر هنا 1، لان قلنا ان زيد 1 لا ان زيد 1، ان 4 عندي، و4 زيد 1 هي 5 وهنا 5، صافي. دابا نجي نعوض بواحد ونعوض بصفر. الا عوضت بواحد تخرج ليا هو 1 اس 2 زيد 3 على 5 الكل اس 5 ناقص، نعوض بصفر هي 0 اس 2 زيد 3 اس 5 على 5، فتساوي هادي غادي تساوي 1 اس 2 هي 1، واحد أس اثنان هي واحد، واحد زائد ثلاثة هي ربعة، ربعة أس خمسة، نديرو ربعة أس خمسة، شحال غتخرج لينا؟ ربعة أس خمسة، اللي هي ألف ألف وربعة وعشرين، ألف نقسمو على خمسة شنو شحال غتخرج لينا؟ عفوا نقسمو على خمسة، غتخرج لينا الفاصلة صافي بلاش، دونك هي ألف وربعة وعشرين، نديرو ربعة أس خمسة، ربعة أس خمسة، كيبان لكم بحال سوا، ربعة أس خمسة هي ألف وربعة وعشرين، ألف وربعة وعشرين على خمسة ناقص، هنا صفر أس اثنان شحال هي صفر، هي تبقى ثلاثة، ثلاثة أس خمسة هي ثلاثة أس خمسة هي ميتين وثلاثة وربعين، ميتين وثلاثة وربعين على خمسة،
هنا واحد مقام على 5 على 5، واحد مقام تولي على 5، وهذه ناقص هذه 1024 ناقص 243 اللي هي 781. يعني هاد التكامل كيساوي 781 على 5. علاش نقسم على 5 نشوف واش تخرج لي فاصيل ولا لا؟ تخرج لي فاصيل وخا بحال هكا 781 على 5، هذا هو التكامل ديال هادي. فهم نشوفوا دابا هادي عندي هنا دي من اكسبونسييل من واحد حتى اكسبونسييل الين ديال اكس على دي اس 3 على اكس ديال دي دو اكس. اش قال لي هنا؟ قال لي هنا نحسب هاد التكامل هذا مزيان. دونك باش نحسب هاد التكامل هذا هنا خصني نفرق، خصني نعزل الين ديال الين ديال اكس اس 3 على اكس. لاحظوا معايا بحال التكاملات دابا قال لي غتسال باش انا عرفت غتفرق. كنت متاكدين انه ملي غتخدموا بزاف ديال التكاملات غادي يولي يجيك الطريقه اللي غتخدم بها سهله. مفهوم؟ يعني ملي انا خدمت معكم التكاملات وملي تمشي نتوما تخدموا في التمارين بزاف ديال التكاملات غادي يولي يجيك ساهلين. مفهوم؟ يعني اي تكامل يجيك ديجا شفتي واحد الطريقه دارت بحالنا غتجي انت تطبق على هذيك الطريقه وغادي تخرجوا. مفهوم؟ بحال دابا انا جاني هذا التكامل هذا، يعني بطبيعه الحال ديجا خدمت بزاف ديال التكاملات بحالو، يعني انا جاتني طريقه انني غنقسم بحالاش غندير بحال هكا. مفهوم؟ يعني غير ما تخلعوش تقولوا لا كيفاش غنعرف انا الطريقه، راه مع التكاملات بزاف غادي تخدمهم غادي تفهموا الطريقه. دونك انا عندي هنا الين ديال اكس اس 3 على اكس. هنا دابا ندير الاصل ديال هذه نيشان صعيبه علي ندير الاصل، واضح؟ دونك شنو هو الحل؟ غندير بحال هكا، غندير هنا واحد ديال اكس مضروبه في الين ديال اكس اس 3 مزيان. دابا هذه كاين شي طريق، كاين شي وحده بحال هذه هي اللي شفنا هنا. غندير هي داله للشيار ديال داله في داله اس ان، مازال ما عندي الاصل شنو هي. غندير بحال هكا من واحد اكسبونسيل. شنو هو الاصل ديال واحد على اكس؟ قلنا عقلت هو الين دو اكس، ها هو الين دو اكس بريم فوا الين ديال اكس اس 3. لاحظوا معايا شنو دابا هادي راه هي هادي، ما غاديش ندير الاصل. دابا انا ما درتش الاصل، واضح؟ راه هنا ما درتش الاصل، هنا غير حطيت هادي. دابا شنو الشيء غادي الين دو اكس؟ شنو الشيء غادي الين دو اكس؟ هو واحد على اكس، صافي. ها هي راه كاتب بريم هنا، بس كان كاتب بريم راه هي هادي. دونك الشيء غادي الين دو اكس هو واحد على اكس، والشيء غادي الين هادي الين اكس 3 اس 3 هي هادي. دونك دابا طبق القاعده ديال اي بريم فو اس ان هي هادي، واضح؟ اللي هي شنو دابا عندي الحق ندير الاصل. يعني لاحظت معايا خصني تنوجد بعدا، خصني نوجد شنو غندير الاصل. بحال دابا هادي جاتني واجده، هادي لا خصني نوجدها، هادي خصني نوجد حتى هنا خصني نوجد، يعني خصني نوجد وحده في هادو عادي خصني عندي الاصل. وكما قلت لكم راه هادشي شرحت، وهادشي اللي ما فهموش دابا يمشي يدخل الدور الاصلي اللي ديجا درت، غتلقاو الرابط لتحت وغادي تفهموا مزيان هادشي اللي كنشرح لكم هاد الاصل هادشي. دونك غندير بحال هكا. الاصل هنا قلنا شنو هو الاصل ديال هادي؟ هي الين ديال اكس اس 3 اللي هي غتكون اس 4 على 4، غنزيد واحد نزيد واحد من اش من واحد ليكسبونسيال. دابا نجي نعوض ليكسبونسيال تولي هي الين ديال ليكسبونسيال على 4 اس 4 ناقص، ونعوض واحد هو الين ديال واحد اس 4 على 4 تساوي. سمحوا لي كانت كيبان لكم ندير بحال هكا باش يبان لكم هادشي مزيان. اعتذر، نورمالمون خصني كاع ندير انا الدفتر ولكن ماشي مشكل. دونك نكمل هنا. دونك قلنا هنا دونك هادي غتمشي. شنو الين ديال واحد؟ هو صفر. دونك صفر في وسط 4 هي صفر، على 4 هي صفر، مشات هادي. شنو الين ديال اكسبونسيال؟ هو واحد، واحد وسط 4 هي واحد، واحد على 4 تخرج لي واحد على 4. مفهوم؟ غنشرح لكم اللي ما فهمهاش. الين ديال واحد راه هو صفر، و الين ديال اكسبونسيال اللي هاد او هو واحد، يعني الين ديال واحد صفر، مشى كلشي صفر على هادي مشات. الين ديال اكسبونسيال اس 4 على 4، شنو اكسبونسيال؟ قلنا واحد، يعني تولي واحد اس 4 على 4. شنو واحد اس 4؟ هو واحد، يعني تولي واحد على 4. مفهوم لي هي هادي؟ مزيان. نشوفو دابا اخر وحده. دونك هنا عندي تساوي لاحظوا معايا دابا هنا عندي التكامل من صفر لجوج ديال القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد. مفهوم؟ دابا ملي كتكون عندي قيمة مطلقة دابا خصني نعرف دابا شنو كتساوي القيمة المطلقة. شنو تعرف مثلا عندي قيمة مطلقة ديال إكس شنو هي هادي؟ تقدر تكون كتساوي إكس وتقدر تكون كتساوي ناقص إكس على حسب المجال. مفهوم؟ هنا في التكامل دابا أش كندير؟ كندرس هادي،
المجال اللي فيه موجب كنحط هذه موجب هي نفسها، والمجال اللي فيه سالب كندير زائد وكندير السالب ديالها. كيفاش؟ لاحظ معايا دابا غندرس اكس ناقص 1، غنشد هاد اكس ناقص 1 عقلو، غندير اكس ناقص 1 تساوي 0، غنحل المعادله اللي هي اكس تساوي 1 مفهوم. خش ندير غادي ندير جذور الاشاره، واضح، غندير هنا اكس وهنا غندير اكس ناقص 1، واضح. هنا هاد هاد هاد, هاد اكس تساوي 1 منين نشتغلش كندير منها من 0 من 2، حيت هو المجال اللي خدام فيه، خدام من 0 ل 2 عقلو، المجال اللي كنكون خدام فيه ديال التكامل هو هذا من 0 ل 2 مزيان. فاش كتنعدم هاد اكس ناقص 1 في 1 ها هي، يعني عكس شنو هو هاد هو اللي مع اكس كتير موجب، يعني غندير هنا سالب هنا موجب عكس اشاره اي اشاره، يعني من هاد المجال من 0 ل 1 اكس ناقص 1 كتساوي هي ناقص اكس ناقص 1 كتكون سالبه، والمجال من 1 ل 2 كتولي هي اكس ناقص 1، يعني القيمه المطلقه ديالها اش كتساوي؟ من المجال 0 ل 1 كتساوي السالبه ديالها، ومن المجال 1 ل 2 كتساوي الموجب ديالها، واضح. يعني واش كتساوي اكس هادي، واش كتساوي هادي اللي شديناها، هادي ناقص اكس ناقص 1 الى حسبنا كتخرج ليا ناقص، ندخلو في اكس تولي ناقص، ناقص مع الزائد تولي ناقص اكس، ناقص مع ناقص تولي زائد 1، يعني ناقص اكس زائد 1 مفهوم. يعني اش غندير هنا دابا، غنقسم غتولي العقل ولا هادي، غندير او تساوي او لوج تكاملات، تكامل من 0 ل 1، تكامل من 0 ل 1 ديال ناقص اكس زائد 1 ديال هادي اللي حسبناها دابا، زائد تكامل من 1 ل 2 ديال اكس ناقص 1 ديال اكس ناقص 1 مفهوم. يعني التكامل من 0 ل 1 ديال هادي موجبه سالبه، والتكامل ديال من 1 ل 2 ديال هادي ولكن موجبه، انا سالب وانا موجب. دابا نحسب التكامل ديال هادي وحده وهادي وحده، صافي سهله. ندير هنا الاصل، شنو الاصل ديال ناقص اكس؟ هو ناقص اكس تساوي 2 على 2، زائد شنو الاصل ديال 1؟ هو اكس من 0 ل 1، زائد ندير هنا شنو الاصل ديال هنا، الاصل ديال اكس هو اكس 2 على 2، ناقص شنو الاصل ديال 1؟ هو اكس من 1 ل 2 مفهوم. صافي تساوي، نعود دابا 1 و 0 هنا، نعود 1 و 0 هنا بحال هذا التكامل وحده، هذا التكامل وحده، ناخذ الاسبات نديرو بحال هكا، وتشك فين الاسبات نديرو بحال هكا، نعود 1 غتولي هي ناقص 1 اس 2 على 2 زائد 1 ناقص، ندير القوس هنا باش ما نتلف، نعود 0 هي 0 ناقص 0 اس 2 على 2 زائد 0. لاحظوا معايا اش درت دابا، عوضت هادي زائد دابا هاد زائد كتشوف هو هذا، ندير بحال هكا ونفتح قوس اخر، نعوض جوج هي اكس، هنا ندير جوج اس 2 على 2 ناقص جوج، دابا عوضت اكس فهاد جوج، عوضت جوج فهاد اكس وهاد اكس ناقص، نعوض 1 1 اس 2 على 2 ناقص 1، ندير بحال هكا وندير بحال هكا تساوي مزيان. 0 اس 2 شحال كتساوي؟ 0 اس 2 هي 0، و 0 على 2 هي 0، زائد 0 هي 0، هادي مشات صافي كلها 0. هنا ناقص 1 اس 2، لاحظوا معايا راه 1 اس 2 اللي هي 1، وهنا غيبقى الناقص، غيبقى ناقص 1 على 2 زائد 1 مفهوم، زائد مفهوم هادي، هنا راه ماشي ناقص 1 اس 2، هنا راه 1 اس 2 وهنا الناقص، لأن الناقص ما دخلش وسط الإكس، واضح. يعني هاد الأس، هاد الأس 2 راه غير ديال الإكس مفهوم، لأننا حنا خلينا الناقص هو جبناه بحال ما مسيناش، والأصل ديال إكس هو إكس أس 2 مفهوم، لأنه خصك تعرف القضية، كاين فرق ما بين ناقص 1 أس 2 وناقص 1 أس 2، كاين فرق ما بين هادي، هادي كتساوي 1 ولكن هادي كتساوي ناقص 1، كاين فرق ما بين أن ناقص 1 كاملها كلها أس 2، وفرق ما بين غير 1 اللي هي أس 2، كذلك هادي كاين فرق ما بين ناقص إكس الكل أس 2، وفرق ما بين ناقص إكس أس 2. هاد الاولى هي هاد الاولى، وهاد الثانيه هي الثانيه، وحنا دابا عندنا هاد اللوقة هادي، لان هنا ناقص راه معزول وحده واكس معزول وحده، حنا ناقص خلينا هنا والاصل درنا غير الاكس، واضح. هتولي ناقص 1 اس 2 زائد 1، هنا جوج هادي جوج حيت عوضنا حنا بجوج، جوج اس 2 هي 4، و 4 على 2 هي جوج، ناقص جوج ناقص 1 اس 2 هي 1 على 2 ناقص 1. نجي نحسب دابا، هادي مشات صفر فوم، ناقص 1 على 2 زائد 1 طبيعة الحال هي 1، هي 1 على 2، ناقص 1 على 2 زائد 1 ديرو الحساب غتخرجكم 1 على 2، ناقص
الناقص هذا غادي مشات ناقص واحد على جوج ناقص واحد شحال هي؟ واحد على جوج ندير هنا قوس، غادي نخليها واحد على جوج ها هي، ندير قوس واحد على جوج ناقص واحد، ربي الحساب واحسب لكم واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج تساوي واحد على جوج ها هي، هاد الناقص مع الناقص يولي زائد واحد على جوج تعطيني واحد، واحد واحد نص زائد نص كيعطيك واحد فهم. اذا كنتمنى لكم تكونوا فهمتوا التكامل هاد الجزء الاول. دونك باقي لنا غادي نديرو خاصيات، باقي لنا غنديرو تكامل الاجزاء، يعني الفيديو الجاي غادي نديرو فيه بعض الخاصيات اللي غنفهموهم. الفيديو اللي موراه الثالث غنديرو على التكامل بالاجزاء، عاد غادي نديرو التكامل والترتيب والقيمه الوسطيه ديال المتكامل، من بعد غنديرو المساحات. يعني باقي لنا اربعه ديال الفيديو، 1 2 3 4. الفيديو الثاني غادي نشوف فيه الخاصيات ديال التكامل الثاني، الثالث غنديرو فيه التكامل بالاجزاء، الرابع غنديرو فيه ترتيب التكامل والقيمه الوسطيه، والخامس غادي نديرو فيه كيفاش نحسبوا المساحه. دونك ما تخش علينا في الاشتراك القناه ديالنا، طبعا الحال الاجزاء الفيديوهات كاملين غتلقاوهم تحت هذا الرابط هذا، دخلوا وتفرجوا فيه، ولا غادي تلقاوهم في القناه ديالي التتمه ديال هاد الاجزاء هادو. صراحه ما كنتش ندير فيديو واحد، ولكن كتلاحظوا انني درتهم فيديو واحد غادي نختصر الوقت وما غاديش نعطيكم الماكسيموم في هاد في التكامل. دونك ما تنساوش ما تبخلوش علينا في الاشتراك في القناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش اي فيديو يحتاج يوصلكم، وبالتوفيق ان شاء الله.